طب احنا برضو هنشوف مع بعض صورة لمعز مسعود وشيري عادل. وانا بصيت هناك راجل باحث او داعية اسلامي وتزوج فنانة، وفوجئت ان انت مش معارض الزواج ده. وحد قال لي وانا جاي النهارده، قال لي انت بتساله كده، هو يوافق يتجوز واحده مش محجبه؟ انت توافق في البدايه تتجوز فن فنانه؟ طب ما نشوف بس الصوره. طب نشوف يا جماعه الصوره. طيب طيب حالا دلوقتي هتكون موجود. شوف حضرتك الشق الاول الخاص بالاستاذ معز مسعود، وبعدين اتكلم عن نفسي بعد كده. لما انا قلت انا ماليش علاقه بموضوع زواجه، لان ديت مساله شخصيه يجب ان تحترم، انا اعي ما اقول. حتى لو كان داعيه. حتى لو كان داعيه. لانه يعني هو حياتك الشخصيه ما تهمنيش؟ لا حضرتك، انا 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 عايز اقول لحضرتك حاجه. هو اللي حرم ده على معز مسعود حرمه ليه؟ الاول لان هو قالوا ان معز بيقول الحجاب، فزي يقول الحجاب وبعد كده يتجوز واحده مش محجبه. انا معاك ان ده لو انا قلت كلام وعملت عكسه ده بيفقدني جزء من مصداقيتي عند الناس. ولكن في النهايه في سؤال مهم جدا الناس لازم تساله لنفسها. هو حضراتكم فاكرين ان احنا كدعاه بنعمل بكل اللي بنقوله لكم؟ تاني كده، هو حضراتكم فاكرين ان احنا كدعاه بنعمل بكل اللي بنقوله لكم؟ هو احنا فاكرين كده؟ اه. يعني انا حضرتك لما تيجي تنصحني بحاجه معينه انت ممكن تعمل حاجه تانية وتنصحني بيها؟ حضرتك فاكر ان انا كل اللي بقوله لك في الخطب في الدروس في انا وكل المشايخ يعني بنعمله؟ انا بحييك على فكره صراحتك. لا ده حقيقه، يعني لازم نكون لازم نواجه نفسنا. لو انا عملت بكل اللي بقوله بقيت ملاك، ما بقتش بني ادم. بس انت بتطلب مني ادم، انا ملاك برضه. حضرتك انا اطلب منك انك تعمل، لان انا بدعو الى الخير. ممكن انا ادعوك الى الخير واقصر فيه. انا ما بقولش ان انا بمشي عكس الدين، لا. بس ما فيش داعيه في العالم واتحدى يعمل بكل اللي بيامر به الناس، لانه لو عمل كده يبقى ملاك. احنا بنامر الناس بكل حاجه حلوه. ده كلام انا بحييك على صراحتك. وانا طبعا عشان قريب منكم فانا عارف كويس. احنا بشر يعني، في كتير. انا بقول لك انا بتكلم عن الزهد. انا مش زاهد في الحياه. انا عايش كويس جدا في احسن شقه في افخم مكان، راكب احسن عربيه، مودي ولادي احسن مدارس، باكل في احسن فنادق، باكل في ايه، عايش حياتي كويس جدا. من الزاهد. لكن ممكن اتكلم معاك عن الزهد على اعتبار ان هو قيمة اسلامية عظيمة. لو انا اقدر اعملها ابقى كويس، ما قدرتش اعملها خلاص. انا بقى يا جماعة ثواني بس، ونرجع تاني نقول الناس بيحصل لها اللبس دي. طب انا بقى كراجل مواطن مسلم بشوف الداعيه اللي طالع يكلمني عن الزهد عايش العيشه اللي بتكلمني عنها دي، ما انت بتعملي هبده في حياتي. انت يا سيدي الكريم، احد الانبياء كان ملكا. طب استاذ بس تاخد اول اتصال تليفوني في حلقتنا النهارده.